السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم طلعنا زيارة إلى الجبل، جبل مطحن، حيث هنا التصوير ما شاء الله جميل جدا. هذا جبل القرن، وهذه هي قرية الجربة، وهذه هي قرية السهلة، هذه هي قرية السهلة، وهذا جبل فود وقرية الظهرة، جبل فود وقرية الظهرة. طبعا هذه الحجاف، هذه الحجاف، وهذه المدرسة. مرورا إلى السلف، هذه هي قرية السلف. ما شاء الله المكان مزدحم بالسكان. تحياتي لكم، جلال محمد مانع المطحني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.